من جهته النائب العام مراد سيد أحمد دعا النقابة لتحكيم نقابة القضاة لتحكيم العقل، وأكد أن الإضراب غير قانوني وأن للإضراب شروط، كما صرح أيضا أن الجزائر تمر بمرحلة حساسة ويجب على الزملاء القضاة تحكيم العقل، ولا أحد سيخلد في منصبه بل الخلود والبقاء للجزائر. أحترم كل زملائي واحترم كل مكونات النقابة. الشيء اللي يمكن لي نقوله باسمي واسم قضاة مجلس قضاء الجزائر وباسم زميلي رئيس مجلس قضاء الجزائر، أنه كل المشاكل لها حلول. الجزائر حاليا تمر بمرحلة نوعا ما صعبة، نوعا ما صعبة، فأطلب من زملائي التحكم والاحتكام بالقانون والعقل، وربما ما هو مطالب به له حلول. نحن من إطارات الدولة، نحن رجال القانون. أنا عندي موقفي متأكد أنه مطالبهم شرعية، المطالب شرعية، الطريقة خاطئة، يعني أخذ وتجميد العمل القضائي بهذه الطريقة العنيفة وبهذه الطريقة اللي ربما راهي تعطل في أشغال الناس وفي منازعات الناس وفي حريات الناس، أنا نظن ما هوش هو الحل السديد. أنا أطلب من الجميع التحكم بالعقل وفتح مجال للحوار، ما كانش كيما الحوار، التشنج والتعصب ما يدينا أي طريق لربما راح يمكننا من إيجاد الحلول المناسبة. أنا بصفتي نائب عام أنا أؤكد للجميع تضامني مع المطالب، تضامني مع المطالب، ولكن كل مطلب عنده طريقته، عنده حله. الطريقة اللي انتهجتها النقابة مع كل احترامي لهم، مع كل احترامي لهم، طريقة خاطئة. رانا في لا شرعية. الإضراب روحوا شوفوا ما صدر عن المحكمة الإدارية لمحكمة تيبازا، قرار أو ما صدر من هذه المحكمة أقر بعدم شرعية. لماذا؟ لأنه الإضرابات كلها تتحكم بإجراءات واجبة الاتخاذ، هي إجراءات تسمى بالإجراءات القبلية. هذه الإجراءات sont régies même par l'OIT l'Organisation internationale du travail. كل منظمات syndiquées doivent respecter cette procédure. D'abord, on doit faire un préavis, ouvrir le champ au débat et à la négociation, ce qui n'a jamais été fait. Donc, je suis convaincu que la démarche est fausse. Je respecte tous mes collègues. Le ministre à leur tête les respecte. Leur a fait passer les messages, tout le message du respect qu'il leur doit. Il est magistrat avant qu'il soit ou qu'il appartienne à n'importe quelle autre fonction. Il est magistrat, il est ministre de la Justice. Je suis magistrat, je suis procureur général. Je suis aujourd'hui et demain je n'y suis pas. ما كانش واحد اللي راح يخلد في منصبه الخلود للجزائر، الخلود لهذا البلد. فأرجو من الجميع التحكم بالعقل. يا زملائي الكرام، أرجوكم تحكموا بالعقل واحتكموا بالقانون وضمائركم.